احنا وين؟ شن جابنا هنايا؟ شن في؟ شن صاير؟ اي نوع من الاحلام هذا؟ خير تقولوا الحق. شوفوا في حد واحد غادي شكله زين بطنة. هاي هاي انت تعرف احنا وين؟ لا 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 نعرف نتعامل مع هذا. عند مساء ينبطن العزيز، أتعرف أين نحن؟ أفتح جوجل مابس. أفتح جوجل مابس هيا. اليابان؟ هل إني أريد أن أذهب إلى هناك؟ هل يحاول عقلي إخباري شيئا؟ أم أنه مجرد حلم عشوائي بلا معنى؟ اسكت انت، شو الصوت هذا؟ شكله هذا نينجا هاجم علينا. انت الوحيد اللي لازم تواجهه. نبطن حشي روح في الكتابات والبوريكا، واضح انه مغفل. هل العنف حل لكل المشاكل؟ بتصلي ركبتي غير نشد كتاب من بكري. خرش جابها معانا، حسيت وجه سكروني والمشاكل كلها هو سببها. الآن وبعد أن توحدت اليابان تحت الحكم الإمبراطوري، علينا أن نوجه أعيننا إلى العدو. كوستاي. هذا الحلم يصبح مريبا. في هذا القرار أنتم لا تقررون مصيري بل مصيرنا جميعا، فقد يكون في وحدتنا طريق النجاة من هذه المحنة، لنثبت أن الخير يملأنا وليس لحما مفروما ومعجنات. أطلع. 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 خلاص أطلع. قلنا لك أطلع. قديما ومنذ زمن ضربتني بسيفك وأنا أحمل القلم، ومر الزمان مسرعا ولم يزل الألم، وصوت ضحكاتكم يرن في أذني، كل ما أرى ورودا أحس بالندم. واليوم وضعتكم هنا لأختبركم، لأرى إن كان الوقت غيركم. بعتوني ثاني وتخليتوا عليا، توجع شوية لكني مية.